بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية. اليوم بدنا نحكي إن شاء الله على الجايد رايتنج. في نوع من الجايد رايتنج أجا مرتين في الوزارة، اسمه البيوغرافي، اللي هو سيرة حياة شخص. الشكل تاعه بيكون كالتالي: في الخانة الأولى بيكون في نيم اللي هو الاسم، الخانة الثانية بيكون فيها بليس وبيكون فيها ديت أوف بيرث، مكان وتاريخ الولادة. الخانة الثالثة فيها بليس ديت أوف ديث، مكان وتاريخ الوفاة. في الخانة الرابعة بكون في عندي occupation أو profession اللي هي المهنة، يا بجيب لي هاي يا بجيب لي هاي يا بجيب لي هاي. في آخر خانة بكون في عندي achievements اللي هو إنجازاته. في عندي ملاحظة هون بس، من الممكن أن يذكر تاريخ دون اسم المكان، يعني بس ممكن يجيب لك تاريخ الوفاة، مكان أو تاريخ الوفاة أو تاريخ الميلاد، بس ما في داعي يجيب لك إيش المكان الوفاة أو مكان الميلاد. هلا من أمتى رح تفهم علي أكثر. هلا بهاي الطريقة إلى طريقتين للحل. الطريقة الأولى بجيب الاسم المعطيني اياه، احتمال اجيب شكسبير، محمود درويش، نجيب محفوظ، بعطيه كوما، بعدين بحط هو واز بورن، بورن يعني ولد، ان بحط مكان الولاده، ان تاريخ الولاده، ان دايد ان مكان الوفاه، ان تاريخ الوفاه، بعدين بعطيه واز المهنه، هون فول ستوب، بحط يا هي يا شي حسب الاسم المعطيني اياه سواء ذكر او انثى، بعدين بحط هاز ماني اتشيفمنتس، هنالك العديد من الانجازات، such as إنجازاته. هلا إذا كان في عندي أكثر من إنجاز بحط بين كل إنجاز وإنجاز and إذا تربط يعني، تمام؟ هاي طريقة. في كمان طريقة ممكن أعطيه النيم بعدين كوما هو واز، أعطيه المهنة على السريع بعدين أعطيه كوما، بعطيه واز بورن ولد إن مكان الولادة إن تاريخ الولادة، and died توفي إن مكان الوفاة إن تاريخ الوفاة، full stop، he or she حسب النيم، بعدين has many achievements such as، وبعطيني إنجازات وفولستون. نعطي أمثلة. هاي الطريقة بدأت في الوزارة طبعا مرة بين قبل 2013 ومرة بين 2016. هنعطيكم أحدث واحدة اللي بـ 2016. جاب لي نيم محمود درويش، جاب لي هون ديت وأعطاني البورن أند داي، يعني حط لي الولادة والوفاة بنفس الخانة، أعطاني 1942-2008. البروفيشن المهنة تاعته كانت poet and author. Achievements اللي هي عبارة عن Leaves of Lives and Wingles Birds اللي هو اسم كتاب، تمام. هلا الحل كان عندي محمود درويش، أعطيته كوما، هو was، كتبت له المهنة تاعته على السريع اللي هو about and author، حطيت له كوما was born in 1942 and died in 2008 full stop. هي عشان محمود درويش has many achievements إنجازاته such as، حطيت الإنجاز تاعه بين quotation، شايفين؟ حطيت فول ستوب. مثال ثاني اجى بال 2013 لكان لنجيب محفوظ، جاب النيم نجيب محفوظ، طلع هون جاب لي بليس والديت اوف بيرث، يعني المكان الولاده وتاريخ الولاده. طبعا كان في كايرو في 1911، البليس ديت اوف ديث برضه في كايرو بال 2006 بس، البروفيشن تاعته هي كانت نوبلست، الاتشيفمنتس انجازاته اللي هي اورد ذا نوبل برايز، اخذ جائزه نوبل للادب، وكان فادر اوف مودرن ارابيك ليترشر، سموه اب الادب العربي. طلعوا كيف طريقة الحل. نجيب محفوظ كوما هو واز بورن، بلشت لك في الولادة، ان كايرو ان 1911 and died in Cairo in 2006، يعني طلع كتبت لك الولادة بعدين كتبت لك التاريخ الولادة، الوفاة بعدين تاريخ الوفاة. طبعا هون was a novelist، كان راوي full stop. هي لانه نجيب محفوظ has many achievements such as، وكتبت انجازاته. هاي حصتنا اليوم اللي هي تاعت الجايد رايتنج، ان شاء الله راح ابعث لكم ورقه عمل تحلوا لي اياها كمان على الجايد رايتنج. يعطيكم الف عافيه، نراكم على خير.